إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. بعض المرضى لما بيجوا عندي في العيادة وإحنا بنكشف عليهم بيبقى ينقصهم بعض الدقة في الكلام في الشرح، وهو بيكون عدم الدقة في الإجابة ناتج عن إن المريض عايز ياخد فايدة أكبر من كل حاجة. هنفهم الناس إزاي؟ لما بيجي مثلا، هندي أمثلة، مريض وأنا بسأله أقول له الألم اللي في ظهرك بينزل في رجليك اليمين ولا بينزل في رجليك الشمال؟ فدايما يقول لي في رجلي اليمين أكتر. لما هو بيجاوب بيقول لي في رجلي اليمين أكتر، هو بيديني إيحاء إن الألم اللي نازل في رجليه اليمين موجود زيه في رجليه الشمال بس اكتر. تمام؟ فساعتها انت بتقرر له ان انت هتعمل له مثلا حقن وتردد على الناحيه اليمين او الناحيه الشمال. لما تيجي توصل للمرحله دي تكتشف ان المريض بيقول لك لا لا لا، رجلي الشمال ما فيهاش حاجه، هو رجلي اليمين فقط، رجلي اليمين بس. طب انت ليه من الاول قلت لي رجلي اليمين اكتر؟ دي عاده سيئه جدا في الاجابات بتاعت المرضى. بيبقى هو عايز الدكتور يهتم بحاجات اكتر من اللي هو جاي يتألم منها. تمام؟ لما تيجي مثلا تقول له ركبتك اليمين ولا ركبتك الشمال، يعني الألم فين، يقول لك في ركبتي مثلا الشمال اكتر، في حين ان الألم في ركبته الشمال بس، رجليه اليمين ما فيهاش حاجة. يعني فيها الألم اللي بيجي لنا كلنا، بيجي ويروح، فانت مش المفروض تذكره، مش المفروض تقوله، فيقول لك لا ده هو في رجليا ركبتي الشمال اكتر. تقوم انا كدكتور اطلب رنين مغناطيسي للركبه الشمال والركبه اليمين، اللي هي برضو المفروض ان هو كلمه اكتر ادتني ايحاء ان هي بتوجعه برضو بس اقل من التانية. فكده المريض هيتكلف فلوس زياده، يعني هيتكلف فلوس ملهاش اي لازمه انه يعمل رنين على الركبه اللي ما بتوجعوش بسبب كلمه اكتر. كلمه اكتر هي كلمه ملعونه، فعلا ملعونه، المريض دايما يستخدمها. تقول له رقبتك بتسمع في الناحيه اليمين ولا الشمال، يقول لك الشمال اكتر. طب ما انت اديتني ايحاء ان في اليمين، تيجي تكشف عليه تكتشف ان الناحيه التانيه ما فيهاش حاجه. فهو دايما المريض بيستخدم كلمه اكتر في حين ان هو المفروض يستخدم كلمه فقط. فلما حضرتك هتستخدم كلمه اكتر، الناحيه اليمين اكتر او الناحيه الشمال اكتر، وهي الناحية اليمين فقط أو الناحية الشمال فقط، أنت كده هتخلينا نعمل لك أشعاعات تكلفك فلوس بدون داعي، هتخلينا نعمل لك حقن وتردد على مكان بدون داعي. أو لما تيجي تكشف على ظهره وتدوس ناحية اليمين والشمال تقول له الناحية دي بتوجعك ولا الناحية دي بتوجعك ولا الناحيتين، يقول لك الناحية دي أكتر. طب تدوس في الناحية التانية مفيش وجع، ليه تستخدم كلمة أكتر؟ كلمة أكتر بتضر المريض ضرر بالغ، لأن المريض مش عايز الدكتور يهتم بناحية واحدة، عايزه يهتم بالناحيتين، بالناحية المريضة والناحية اللي مش مريضة. طب الناحية اللي مش مريضة أنت ليه عايز تشتت اتجاه الدكتور للناحية اللي مش مريضة؟ في حين إن الدكتور مش هيتشتت، ده أنت اللي هتتكلف فلوس أكتر وتعمل أشعاعات بدون داعي وتعمل حقن وتردد بدون داعي على مكان أنت ما هواش محتاج حاجة زي كده. فرجاء رجاء في الكشف أو في الأسئلة يكون إجاباتنا سليمة، خصوصا كلمة أكتر. لما أنت تيجي تقول له إيه ركبتك بتوجعك؟ آه بس ظهري بيوجعني أكتر. طب إيه علاقة الكشف، يعني إيه علاقة الركبة بالظهر؟ يعني فاهم قصدي إزاي؟ أقول له ركبتك بتوجعك؟ آه بس عندي صداع أكتر. طب أنت بتقارن أماكن ملهاش أي دعوة. فأرجوك رجاء بلاش نستخدم كلمة أكتر، لأن كلمة أكتر استخدمها طبعا، لو عندك الركبتين بيوجعوك وفي ركبة أكتر يبقى هنهتم بالاتنين. فأنت بتقول لي اليمين أكتر، يبقى أنا كمان هعمل لك رنين على الركبة الشمال. لما تقول لي ظهري الناحية الشمال أكتر، يبقى أنا برضو هحقن لك الناحية اليمين. فأنت خد بالك، ودي مش حاجة كويسة إن أنا أعمل حقن بلا داعي أو أعمل تردد بلا داعي، ده ممكن يضر المريض ويكلف المريض فلوس أكتر. تمام؟ أو إن أنا أطلب إشاعة بدون داعي عشان كلمة أكتر، فهمني؟ فأنا كده ضريت حضرتك. أتمنى تكون الرسالة وصلت. ما تضروش نفسكم، بتبقوا عايزين تاخدوا اهتمام زيادة ففي النهاية بتخسروا خسارة أكبر. تمام؟
او خساره اكتر، اللي هي الكلمه الوحشه اللي احنا مش عايزين نسمعها خالص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.